يترقب، وقال رب نجني من القوم الظالمين. خرج الإمام الحسين عليه السلام بجميع أهله من المدينة قاصدا مكة المكرمة، وكان في أواخر شهر رجب المرجب قبل يومين من أول شعبان. لم يبق من أهله في المدينة إلا فاطمة العليلة ومحمد بن الحنفية لشدة المرض عليه. خرج الإمام ليلا وأمسى على ديار علي والزهراء عليهما السلام ليل الفراق، وأحاطتها وحشة البعد والغربة. نعم، لقد نأى الحسين عليه السلام وباتت المدينة موحشة تبكي سيدها الراحل. مدارس آيات خلات من تلاوة، ومنزل وحي مقفر الساحات، لآل رسول الله، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفينات، ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعف للأيام والسنوات. هاجر الإمام عليه السلام متجها شطر البيت الحرام، وكانت غايته أن يجتمع بوجهاء الناس من أهل الرأي الذين قدموا للحج، إضافة إلى أن الكعبة المشرفة هي أكثر الأماكن أمنا، فأقام فيها أشهرا خمسة، واجتمع حوله لفيف من الناس الذين استقبلوه بحفاوة بالغة، عارفين بمقامه ومنزلته عند الله تعالى. ولما استقر الإمام بمكة وعلم به أهل الكوفة كتبوا إليه يقولون: إنا حسبنا أنفسنا عليك ولسنا نقيم الصلاة مع ولاة يزيد، فأقدم علينا فنحن في 100,000 والناس ينتظرونك، فالعجل العجل. ثم دعا الإمام الحسين عليه السلام مسلما بن عقيل، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، فامضي حتى تدخل الكوفة، فانزل عند أوثق أهلها وادع الناس إلى طاعتي، فإذا رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجل علي بالخبر. ينطلق مسلم، وما إن يصل الكوفة ويقرأ على أهلها الكتاب حتى يبايعه 18,000 رجل،
فكتب إلى الإمام أن الناس ينتظرونك فأقدم عليهم. وكان يزيد قد عزل الوليد بن عتبة عن المدينة لتساهله في خروج الإمام الحسين منها، وعين عليها والي مكة عمر بن العاص، فحضر ابن العاص إلى المدينة ليستتب له أمرها، وقد وضع في الحج 30 من شياطين بني أمية لقتل الإمام الحسين سرا. عندما عاد ابن العاص من المدينة إلى مكة جاء بجيش كبير بهدف اعتقال الإمام الحسين أو اغتياله، علم الإمام بالأمر فقرر الهجرة. وانطلق الإمام نحو العراق في 7 من ذي الحجة عام 60 للهجرة. كأني بأوصال هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، ولكن سلمت لأمر ربي فهو حسبي. فلما خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة اعترضته على الطريق رسل والي مكة عمر بن العاص، فقالوا للإمام أين تذهب؟ فأبى عليهم وتدافعوا بالسياط فتراجعوا، ومضى الإمام بأهله حتى نزلوا أول محطة لهم في بستان بني عامر، وهناك التقى بالفرزدق. يا أبا عبد الله، إني قادم من العراق، رأيت الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك. يا فرزدق، إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأنا أولى من قام بنصرة دين الله. رغم معرفة الإمام التامة بمآل الأمور وأنه مقتول في أرض تسمى كربلاء، ولكن كان واجبه إتمام حجته على الأمة في إصلاح الدين وما فسد من أمور المسلمين، فنزل في مناطق عديدة، وكان كثيرا ما يردد أمام الناس مقتل نبي الله يحيى بن زكريا، كأنه ينعى نفسه ويقول: من هوان الدنيا أن رأس نبي الله يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لله أسلم أمري. وعلى الطريق وصل للإمام خبر مقتل مسلم وهاني بن عروة، واطلع على أحداث ما جرى في الكوفة، وهنا بدأت مرحلة جديدة في مسار الركب الحسيني. وأصبح كلما نزل في منطقة يطلب من أهلها النصرة والالتحاق بركبه: من أراد منكم صحبتنا إلى العراق أوفيناه وأحسننا صحبته، ومن أراد أن يمضي أعطيناه كراء ما قطع من طريق. التحق معه بعضهم وتخلف عنه البعض الآخر، إلى أن نزل في زورد بالقرب من زهير بن القين، وكان زهير عثماني العقيدة ويكره النزول مع الإمام، لكن الماء جمعهم في المكان، وحيث خيم الإمام أرسل بطلب زهير فتردد في مواجهة الحسين، فحثته زوجته على الالتحاق بإمام زمانه ونصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا زهير، هذا ابن بنت رسول الله يدعوك. دعيني يا أمة الله، لا قدرة لي على لقاء الحسين.
استهدي بالله يا زهير. أخاف أن ألقاه، أحرج فأخرج. صل على سيدنا محمد وتفكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماذا قلت؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ألا تدري أن الحسين هو آل محمد؟ نعم، إيه والله. فدخل النور قلبه وقدم على مولاه الحسين. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورايا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي، وصونا لمجدك من أن يذل بما أنت تأباه من مبدعي. خرج زهير من خيمة الإمام وأقبل مشرق الوجه عازما على نصرة الإمام. بلى، إن الحسين مصباح الهدى، يهدي الله به من يشاء. وقبل يومين من وصول الإمام الحسين إلى كربلاء بدأت السنة 61 للهجرة، أول محرم.